أهلا بكم. أعلنت جامعة البحرين نتائج القبول للمرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الجديد 2018-2019، والبلغ عددهم 7600 طالب وطالبة في جميع التخصصات بزيادة تفوق 26% مقارنة بعدد المقبولين في العام الجامعي الماضي، حيث تم قبول جميع خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة من الحاصلين على معدل 70% فأكثر، عملاً بالمكرمة الملكية السامية. منذ إنشائها عام 1986 تعمل جامعة البحرين وبشكل دقيق ومتكامل على ربط برامجها باحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، تماشياً مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات المتسارعة التي تعيشها المملكة. ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة المفدى، شهدت الجامعة قفزات نوعية تمثلت في تعزيز كفاءة البرامج الأكاديمية من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب رفد الجامعة بالكفاءات العلمية المتميزة وفتح برامج أكاديمية جديدة تتوافق مع ما يعيشه العالم من تطورات علمية وتكنولوجية سريعة. وتنفيذا للمكرمة الملكية السامية، أعلنت جامعة البحرين عن قبول جميع خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة من الحاصلين على معدل 70% فأكثر في العام الجامعي الجديد 2018-2019، وبما مجموعه 7600 طالب وطالبة في جميع التخصصات، وبزيادة قدرها 26% مقارنة بعدد المقبولين في العام الجامعي الماضي. وفي إعلان لعمادة القبول والتسجيل، أشارت إلى أن القبول في بعض التخصصات سيكون مشروطاً باجتياز الطالب لامتحان يجريه القسم المعني للتأكد من استعداد الطالب وقابليته للالتحاق بالتخصص، وهي برامج كلية العلوم الصحية والإعلام والسياحة والفنون والتصميم والصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية والتربية الرياضية والعمارة والتصميم الداخلي. تعليم عال بمعايير جودة عالمية هو ما تواصل جامعة البحرين السعي لتحقيقه، والمتمثل في الخطة الاستراتيجية 2015-2019 والمستمدة من الالتزام بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، إلى جانب ضمان الجودة والتقييم والمبنية على النتائج الواضحة والاعتمادية الدولية التي تم الحصول عليها في عدد من البرامج الأكاديمية، وهو ما يبعث على الثقة أن البحرين كانت ولا تزال منارة علم شامخة في المنطقة والعالم. أهلا بكم من جديد. وينضم إلينا عبر الهاتف من المنامة نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الأستاذ الدكتور وهيب الناصر. دكتور، يعني أعلنت الجامعة قبول 7600 طالب وطالبة لهذا العام في مختلف التخصصات، وهذا بالطبع بزيادة 26% عن العام الماضي، ما أسباب هذه الزيادة؟ شكرا لتلفزيون البحرين هذا اللقاء. وأعتقد أن هذه الزيادة طبيعية لكون أن يعني عدد طلاب المدارس بدأ يزيد، فشيء طبيعي. هي الجامعة الوطنية هي الموجودة واللي تستلم طلبات والبعثات، بالإضافة طبعا أن جامعة البحرين رسومها مدعومة بطريقة كبيرة، إذ يدفع الطالب فقط 5% من التكاليف، وبالإضافة والأهم لها هي الخيار الأول لولي الأمر لكون
ان الرسوم يعني جدا مناسبه، ولكن الاهم ان برامجها قويه ومعتمده وتتوائم مع سوق العمل، ودائما تخضع الى مراجعه دوريه. حوالي 65% من برامج جامعه البحرين وفق الخطه التطويريه هي برامج معتمده سواء محليا او عالميا. نعم، اعتقد هاي كلها مبررات لي ان هي تكون الخيار الافضل والاول. وهذه مثل ما ذكرنا الجامعه الوطنيه، فيجب ان تستوعب خصوصا مع دعم الحكومه الكريم لهذه الجامعه. طيب دكتور، على ذكر البرامج الدراسيه، هل سيشهد الفصل الدراسي القادم وجود اي برامج اكاديميه جديده؟ لا ما شاء الله، يعني وفق مثل ما ذكرت الخطه التطويريه تقريبا الان هناك لدينا 11 برنامج جديد. نعم. من اصل تقريبا يمكن الى حوالي 90 80 برنامج 90 برنامج اكاديمي. في هناك يعني سبع برامج بالماجستير، وهناك في الدبلوم المشارك هناك برنامجين، واربع برامج تقريبا نقول ثلاث برامج اخرى موجوده في البكالوريوس. نعم. وكلها برامج فعلا نوعيه، لا يعني يعني افضل برنامج على برنامج، ولكن ما يلفت النظر طرحنا برنامج اللي هو العلوم الاكتواريه. الان الكل يتكلم عن مثلا نظام التقاعد اللي هو يحسبون الاكتواري اي مشروع بيعملونه، اللي هو عباره عن دراسه فرضيات باستخدام المعادلات الرياضيه للتنبؤ بوضع معين. فهذا علم خاص تطبيقي للرياضيات. فالآن راح نطرح هذا البرنامج البكالوريوس نستقبل فيه الطلاب. هناك برنامج آخر اللي هو اللاندسكيبنج اللي هي هندسة العمارة، واللي هي عبارة عن المساحة التي تأتي، ليس لما نتكلم عن المنزل نتكلم عن المعمار، الهندسة المعمارية للمنزل. لما نتكلم إذا الناس يسمونها يعني هندسة البيئة، وناس يسمونها اللي هي هندسة العمارة اللي هو تعمير الارض، اي ان البنايه صحيح تراها جميله، ولكن ما حواليه اللاندسكيبنج يجب ان يخضع الى مثلا لمسات علميه بيئيه، بحيث ان انت المبنى صحيح جميل لكن يكون اجمل اللاندسكيبنج اللي حواليه، يكون موائم بالبيئه، يكون يخدم النمط او نمط الحياه عند الناس. مثلا الناس يحتاجون الى حدائق، مثلا الناس يحتاجون الى يعني منتزه، الى ممشى، الى مثلا تشجير على اساس يعمل نوع من الظل. فهذه علم، هذه برنامجين جدد. بالاضافه الى طورنا في البرنامج اللي هو الدبلوم المشارك، وهو يهيئ الناس لانه ينخرط في سوق العمل اللي هو تاهيلي مهني. في برنامج في المحاسبه، في برنامج بالامن الالكتروني سايبر سيكيورتي اوبريشن، هذه على المستوى الدبلوم مشارك. في عندنا على المستوى الماجستير ما شاء الله عندنا كثير من البرامج الجديده، اللي هي مثلا عندنا ماجستير في الصحه الرعايه او التمريض المهني العقلي، اللي هو سايكاتريك منتال هيلث نيرسينج. في عندنا ماجستير في الفيزيوثيرابي العلاج الطبيعي، عندنا ماجستير في الرعايه المتقدمه لعدد ثلاثه، او يسمونه التمريض المتقدم، اللي هو يعني رعايه المريض لكن تستخدم اسلوب البحث. يعني المريض صحيح هو مريض يحتاج رعايه، ولكن هذا البحث التمريض المتقدم هو ان انا اشوف ابحث سلوك واحتياجات هذا المريض من نمط حياته الى سيكولوجيته الى طبيعته الى نوع المرض. فالتمريض يكون وفق دراسه حاله هذا المريض. فهذه نوع درجه عاليه من التمريض. في عندي اللي هو نعم البرامج القبالة. طيب دكتور، عدد كبير من البرامج التي تم إطلاقها، منها برامج خاصة في درجات الماجستير والدكتوراه، يعني هذه البرامج كيف يمكن اعتمادها من قبلكم؟ لا، أي برنامج لما يطرح عندنا عدة لجان. أولا
مجلس الجامعة يأخذ العنوان الأول، خلينا نقول التصور الأول، يطرحه إلى الكلية، أو ساعات الكلية هي تطرح هذا الفكرة، فكرة البرنامج، ثم تقوم لجان القسم المعني بعمل البرنامج كامل، بحيث أن هي تشوف أول شيء أهمية هذا البرنامج، مستجداته أو أصعبته أو منفعته في المجتمع البحريني، القيمة الدراسية العلمية الفكرية اللي موجودة في هذا البرنامج. ثم يسوون نوع من البيش ماركينج أو المرجعية المقاسية، يختار 5 جامعات مثلا نجح فيها مثل هذا البرنامج فتأخذها لمقارنة، ونحاول على الأقل يعني نستوفي 70-80% من التشابه، وتترك 20% لاحتياجات المجتمع، يعني خلينا نقول تطويعه. ثم هذا البرنامج طبعا يصير توصيف للمقررات اللي موجوده فيه على ساعاته، هل يتعارض مع برامج اخرى؟ نوفر له المكان، ثم يرفع الى مجلس الكليه لمناقشته، ثم يرفع الى عماده الدراسات العليا، في هناك مجلس الدراسات العليا في ممثل من كل كليه يتم دراسته وعرضه، ثم يرفع الى مجلس الجامعه للموافقه النهائيه. هذا بالنسبه لمراجع الماجستير. برامج الدبلوم والمشارك والبكالوريوس، هذه في هناك لجنه مناهج على مستوى الجامعه، طبعا كل قسم اذا بيطرح برنامج جديد عنده لجنه مناهج خاصه فيه، ثم يعرض على القسم المعني، ثم يرفع على لجنه مناهج على مستوى الكليه، ثم توافق عليه مجلس الكليه، ثم يرفع الى لجنه مناهج على مستوى الجامعه وتراجع كليا وتشوف التعارض تشابه ما بينه وبين قرارات اخرى موجوده، وتحاول يعني تتاكد من دراسات الجدوى مثل ما قلنا المقارنه مع الجامعات، ثم ترفعها الى مجلس الجامعه للاقرار النهائي بعد مناقشته. طيب دكتور، فياخذ مراحل جدا كثيره. نعم، الجامعه دكتور تعمل يعني هنالك خطه لزياده النشر العلمي بالنسبة لأساتذة الجامعة، وأنا أشهد على ذلك صراحة، هنالك خطة لرفع النشر من 32 يعني فاصلة 32 إلى 1.6. لماذا التأكيد على هذه الزيادة؟ لماذا هنالك دائما محاولات لزيادة النشر العلمي بالنسبة للأساتذة؟ وما هي نوعية الأبحاث التي تودون التركيز عليها في الفترة المقبلة؟ نعم، أي جامعة لها 3 محاور أساسية. الجامعة دورها أن هي توفر التعليم العالي، الجامعة أي جامعة عليها أن هي تخدم المجتمع وتلبي نوع من احتياجاته وخدماته، استشارات، مشاريع تعاقدية، تقديم دورات، والمهام الثالث اللي هو البحث العلمي. البحث العلمي جانب مهم تعتمد عليه كل الدول قبل تنشئ مثلا اي مشروع او اي فكره او اي امر ما يخضع البحث العلمي، بالاضافه الى البحث العلمي نقصد فيه انتاج المعرفه الاصاله، انتاج الابحاث الاساسيه، المعرفه الاساسيه. يعني عشان نوضحها، لما طلع الكمبيوتر كان اصلا بحث في الرياضيات، ولكن اخذ 3-4 سنوات تحول الى واقع، واقع تطبيق نظريات اينشتاين من 1900 في ال 15 عقب 40 سنه كانت بحوث اساسيه الناس تركنا اتجاهها، الى ان تطور الى ان طلع منها كل نظريه لاينشتاين صارت مجال معين غيرت وجه التاريخ. لذلك الجامعات وجه ممارسه الناس حتى اي غير على حياتنا الاقمار الصناعيه. صحيح. وكل هاي الامور كلها كانت خاضعه لابحاث ونتيجه ابحاث علميه رصينه اساسيه كانت، ثم هناك ابحاث تطبيقيه، يعني مثلا نقول الليزر هو بحث تطبيقي زين، ولكن اطبق الليزر في اشياء اخرى هي يسمى بحث تطبيقي علمي لحل مشكله معينه. صحيح. فالابحاث الاساسيه مهمه، لذلك في بريطانيا والدول تدعم الجامعات اللي عندها بحوث اساسيه زين، وليس لبحوث لحل المشاكل، كلها محترمه، ولكن لما انت تعمل في اصل المعرفه تعمل نظريه جديده. فنعرف الان في جامعات اكتسبت اسمها لان معظم الابحاث الاساسيه اللي غيرت مجرى التاريخ هي صادره من مثل هذه الجامعات. فالجامعه البحرين هي تقوم
يعني بتقريبا نشر 60 الى 70% من الابحاث اللي صارت من مملكه البحرين تكون من جامعه البحرين. جزء منها في البحوث الاساسيه، يعني الصرفه في الرياضيات، بالفيزياء، بالكيمياء، بعلم تقنيات المعلومات، يمكن في الاقتصاد، ففي بحوث فعلا ميجر اساسيه. نعم. طيب احنا الموافق خطتنا التحويليه واستراتيجيه جامعه البحرين الان تقريبا كان اللي كل مثل ما ذكرت 0.32 بنرفعها الى 1.6، بمعنى سابقا كان كل ثلث استاذ جامعي، خلينا نقول كل ثلاثه اساتذه يشتركون في ينشرون بحث واحد. في بحث، نعم صحيح. لكن مع خطتنا لا، نريد ان كل عضو هيئه التدريس ينشر بحثين. نعم. شوف هذا التحويل، فهذا يحتاج الى دعم مادي، يحتاج الى توفير البيئه المناسبه، مختبرات فيه جوده، فيه تسهيلات، غير الرضا النفسي عند عضو هيئه التدريس، زياده بعض البرامج ودعم الاساتذه للمشاركه في مؤتمرات جامعه البحرين. تقريبا هذا العام شارك فيه 120 عضو هيئه تدريس في مؤتمرات عالميه، وهذا يعني مبلغ يعني يمكن يصل الى 60,000 دينار. نعم. ولكن حضور الاساتذه في مثل هذه الملتقيات يعكس ويحفز على نشر ابحاث علميه، وكلهم شاركوا في ابحاث علميه، ويسري الاستاذ نفسه بالتاكيد. نعم. طيب، ورد ايضا في استراتيجيه الجامعه دكتور لعام 2016 وعام 2000 الى عام 2021 النيه لرفع عدد الكليات المعتمده من 3 كليات الى 8 كليات. ما هي المعايير يعني الاعتماديه التي تودون ايضا التركيز عليها في المستقبل لمثل تلك الكليات؟ طبعا احنا يعني سابقا بدات جامعه البحرين اللي تعتمد فقط لما يعني تاريخ جامعه البحرين من 1986 بدات تخضع الى الاعتماديه العالميه، بدينا مع برامج اللي هي كليه الهندسه. نعم. واستخدمنا اللي هو تعاون مع الايبت اللي هي طبعا مؤسسه معروفه اللي هو الامريكان بورد للبرامج الهندسيه، هذه مسؤوله عن كل برامج الهندسه في امريكا. امريكا فيها حوالي 52 ولايه، فاي واحد خريج هندسه في ولايه على الطرف الشمالي، اقول الطرف الشرقي، لو تخرج من جامعه احنا في كليه هندسه ما عنده اعتماديه، علشان يروح مثلا تخرج وانتقل الى الساحل الغربي ما راح يصير له فرصه انه يقبلون شهادته الا لما تكون شهادته معتمده من بورد من الايبت. نعم. بمعنى ان طالب الهندسه في المنطقه الشرقيه يقدر يروح يشتغل مباشرة في المنطقة الغربية، وإلا إذا لم يكن لديه اعتماد أكاديمي في الإيبت عليه أنه يأخذ مدة 2 سنين. الآن إحنا معظم كلية الهندسة كل برامجها معتمدة من الإيبت، كلية الآي تي معتمدة من الإيبت، هذه كليتين الآن. زين، عندنا في جهات في نظام العلوم عندنا اللي هو في بورد اللي هو أو لجنة اعتماد موجودة في ألمانية موجودة. فإحنا نشوف وين كلية إدارة الأعمال حصلت على الاعتمادية كل برامجها. صحيح. بالإضافة إلى اللي هو هيئة جودة التعليم والتدريب، هي تراجع كل الكليات. فالآن نبي نصل إلى كل يعني نوصل الآن تقريبا يمكن إحنا مثل ما 60% من الكليات، نبي نصل فيه إلى إن شاء الله نغطي 8 الكليات كلها في يعني عام 2021. هذا فقط يتطلب دعم مالي، يتطلب يعني استعدادات كثيرة، لأن لما أنت تدعي نفسك لتطلب يجرون عليك اعتماد في كثير من العمل الورقي الهائل اللي هو لازم تجهز، كل يعطونك ممكن حوالي 10 صفحات بأشياء تحويل متطلبات، مثلا مقررات، عطني أدلة على ان انت فعلا مخرجاتك جيده، عطني ادله ان انت امتحاناتك تعطي 3 امتحانات، عطني على نوعيه التصحيح اللي يصححونه، يعملون من هم الطلاب اللي تخرجون، ايش كثر يحصلون وظائف في فتره دراستهم او بعد، وكيف تتابع الخريج، شنو الخدمات اللي تقدمها، لازم تعرض كل الاشياء وتعرضها على هذا اللجنه يقراها، إذا كانت فيها جدية تقوم وتعطيك موعد لعمل زيارة. صحيح. فتقوم وزيارة وتتحقق بكل كلمة ذكرتها، فإذا هو عمل مضني ومتعب، عمل شاق جدا ومكلف، ولكن هو شيء نشيد فيه، لأن دائما الإنسان
لو بقيم واحد، لو انا بقيم افراد عائلتي، بقيم سلوكي في البيت جيد لا بأس، لكن لما اجيب جهه اخرى معروفه بالنزاهه وكذا وتقيم سلوك العائله هذه وتعطيك مثلا معيار ايه، اذا نعم. هذا يعني نظره بالتاكيد وضحت أخرى الصوره. للإنسان. إيه؟ نعم وضحت الصوره استاذ الدكتور وهيب الناصر نائب رئيس جامعه البحرين للبرامج الاكاديميه والدراسات العليا، شكرا جزيلا لك. اسمحوا لي بالتأكيد أن أرحب بضيفي عبر الهاتف من المنامة مدير الإعلام والعلاقات الجامعية بجامعة البحرين الأستاذ غسان الشهابي. أستاذ غسان، يعني كيف تستعد الجامعة خاصة مع الفصل الدراسي والعام الدراسي الجديد لاستقبال الطلبة المستجدين فيها، وأيضا حدثني عن الفعاليات التي سيتم تنظيمها بهذه المناسبة. شكرا لك على الاستضافة أولا، وأرحب بالمشاهدين الكرام. جامعة البحرين طبعا منذ انتهاء الفصل الثاني الدراسي الثاني العام الماضي انتقلت مباشرة إلى الاستعداد للعام الدراسي الذي يليه. طبعا دائما جامعة البحرين بشقيها الأكاديمي والإداري تراجع عملياتها طول العام وتبحث عما يعني عما نقص هذه العملية في الماضي، وتحاول أن تسدد دائما للوصول إلى ما يرضي الشريحة الأكبر من المنتسبين للجامعة، وهم الطلبة، وهم الذين يعني عليهم التركيز، وهم الذين لم توجد الجامعة إلا لأجل خدمتهم وتعليمهم بالشكل اللائق. وبالتالي الجامعة يعني في الأشهر الأخيرة الثلاثة الأخيرة في الصيف كانت على اجتماعات متصلة أسبوعيا تقريبا في عملية الاستعداد للعام القادم وكيف نستقبل الطلبة. هناك عمليات صيانة واسعة أجريت للكثير من الصفوف الدراسية والمرافق العامة والمساحات بشكل مختلف في الجامعة. هناك تهيئة للمعامل والمختبرات في الجامعة، هناك أكثر من 50 مختبر في الجامعة تقريبا أو ربما أكثر من ذلك، سواء في الجانب الكليات العلمية أو حتى الكليات النظرية. وهناك الكثير من المتطلبات الدراسية التي تتطلبها يعني المقررات من كتب، من أدوات معينة، استعدادات، من أدوات عرض وإلى آخره. هذه كلها يجري دائما يعني تهيئتها كل عام واستبدال القديم بالجديد منها ومعرفة ما الذي تحتاجه البرامج والمقررات في الأعوام القادمة. طيب حدثني سيد غسان عن دور الجامعة في توجيه الطلبة إلى التخصصات المطلوبة طبعا في سوق العمل بما طبعا يتوافق مع التوجهات العامة للاقتصاد الوطني. صحيح، هو يعني هناك أكثر من مرحلة في هذا الموضوع، والكل يقدر أن الطالب في المرحلة الثانوية أو قبيل التخرج يعني يسمع عن تخصصات لا يدري إلى أين تقوده، ربما ينخدع باسم التخصص الجميل ولكنه لا يدري مدى وجود يعني فرص عمل بالنسبة لهذا التخصص، وبالتالي قد يدخل الطالب تخصصا معين أو يختار تخصص أو كذا، لكنه أثناء الدراسة أيضا هناك خدمة، يعني هذه هناك طبعا توجيه للطالب قبل أن يدخل إلى الجامعة من قبل المدارس، من قبل وزارة التربية، من قبل آخرين، يعني هناك أيضا جهات أهلية تؤهل أو تحاول أن تعين الطالب على دقة الاختيار للتخصصات المطلوبة. أثناء الدراسة هناك أيضا خدمات تقدمها الجامعة بأنها تستقطب أناس ذوي خبرة من سوق العمل ويحاولون أن يعطوا أكبر قدر من الطلبة محاضرات في كيفية الاستعداد لدخول سوق العمل، ما هي التخصصات المطلوبة، ما هي شروط الدخول، ما هي طبيعة سوق العمل اليوم وفي الغد، كيف يستعد الطالب حتى بكتابة السيرة الذاتية أو ما يسمى بالتي في، كيف يعني يدير مقابلة جيدة مع صاحب العمل، كيف يقدم نفسه لهذه لسوق عمل تشهد تنافسية عالية. بالتأكيد. وحقيقة والحمد لله يعني هناك الكثير من الشهادات التي تقول أن طالب جامعة البحرين مفضل في سوق العمل بشكل كامل ويتقدم حتى على بعض خريجي الجامعات العريقة الغربية لأنه ابن هذه البيئة ويفهم كيف يعني يعد لهذه البيئة وكيف يقدم نفسه لسوق العمل الموجود. طيب. طبعا أسواق العمل والوظائف تتغير بشكل سريع جدا وبما لا يمكن ربما أن تلاحقه
المناهج عندما توضع، وبالتالي هناك سباق محموم دائما في كيفية ملاحقة ووضع البرامج الأكاديمية التي يعني تكسب الطالب المهارات التي تدخله سوق العمل. اليوم ليس هناك مهارة تدخل يعني الطالب سوق العمل مباشرة ويكون قابل لأن يجلس على كرسية ويؤدي عمله منذ أول يوم بكل قدرة. فبالتالي من شروط الجامعات أو من وظائفها أن تهيئ الطالب بما يسمى بالمهارات. نعم. يعني سيد غسان، هذا يقودني إلى سؤال حول يعني تقييم مدى رضا الطلبة أو حتى أولياء الأمور عن البرامج المقدمة لهم أو حتى أصحاب العمل. خلينا يعني نذهب إلى أصحاب العمل لأنهم الذين سيستقبلون الطلبة عندما يتخرجون. أصحاب العمل يتوفرون أو يتواجدون في جامعة البحرين في كل المستويات، لنقل بدءا من الأقسام، كل قسم فيه أعضاء خارجيين في هذا القسم يمثلون القطاع الذي يهتم فيه، يعني مثلا في الصناعة أو في المصارف أو في الهندسة أو في الإعلام أو ما أشبه من هذه الأقسام، هناك دائما أعضاء خارجيين يتواجدون في هذه الأقسام. في الكليات أيضا كل كلية لديها أعضاء خارجيين من سوق العمل يشاركون في هذه الكلية ويتبادلون الرأي معها ويتبادلون الحوار في ما المستجدات في سوق العمل والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا الاتجاه. لو ذهبنا إلى مجلس الجامعة هناك أيضا أعضاء خارجيين يمثلون سوق العمل، ربما ثلاثة في جامعة البحرين اليوم يمثلون سوق العمل. هناك أيضا في مجلس الأمناء جميع الموجودين هم مسؤولون في القطاع العام والقطاع الخاص الذين أيضا يعني يعطون الرؤية وتلمس طريق المستقبل بالنسبة للجامعة. فبالتالي يعني جامعة البحرين دائما على اتصال مباشر مع سوق العمل ودائما على أخذ ورد مع هؤلاء الأشخاص الذين يعطون مؤشرات معينة في كيفية يعني ذهاب الجامعة في المستقبل إلى ليس سوق العمل فقط يعني كوظائف، وإنما حتى داخل هذه الوظائف الاحتياجات والمهارات التي يحتاجها الطالب لكي يتسلح في منافسته مع الآخرين. نعم، مدير الإعلام والعلاقات الجامعية بجامعة البحرين أستاذ غسان الشهابي، شكرا جزيلا لك. والآن استعرض أهم ما كتبه المغردون على تويتر بعد إعلان نتائج القبول، ونبدأ بتغريدة على حساب جامعة البحرين الذي أعلنت فيه عن قبول نحو 7600 طالب وطالبة بزيادة تفوق 26%، وتدعوهم إلى التثبيت قبل نهاية الشهر لضمان المقاعد. أما حساب طلبة جامعة البحرين فغرد بمعلومات عن كيفية تثبيت القبول وتغيير التخصص، وكتب مغرد فترة القبول من اليوم إلى اليوم 31 من أغسطس، ودفع الرسوم هو تثبيت القبول بمبلغ وقدره 128 دينار. التغريدة التي تليها تحدثت أيضا المغردة غايدة عياد، نشرت عبر حسابها تغريدة للتفاؤل للطلبة المقبولين، ما عليكم من المحبطين السلبيين السوداويين اللي يشوفون كل شيء أسود ويشوفون النص الفاضي من الكوب تحت مسمى خلنا نكون واقعيين. قبولك في الجامعة هو أول خطوة لتحقيق طموحك وأول حجر لبناء مستقبلك، استانس وعيش حياتك إنك الحين بتتسمى طالب جامعي. وأخيرا من التغريدات الإيجابية نستعرض ما كتبه المغرد كمال، حيث كتب إخواني وأخواتي الطلبة والطالبات ابتعدوا عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من شأن طموحك، فصغار الشأن دائما ما يفعلون ذلك، ولكن العظماء حقا يجعلونك تشعر أنك أنت أيضا يمكن أن تصبح عظيما. كل التوفيق لأبنائنا الطلبة وأخواننا وأخواتنا، ونتمنى لكم مستقبل مليء بالنجاح. إلى اللقاء في حلقة قادمة.